ومن قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. ومن هذه القاعدة الإنسان محرم عليه أن يضر بنفسه أو أن يهمل نفسه لحد التلف. يعني إنسان حصل عنده مرض في يده أو في عينه أو في أذنه، لأن يقول لا أريد أن أتداوى، الطبيب يقول له إذا تركت الدواء تلف هذا العضو، هذا يحرم على هذا الإنسان، يعني يحرم إهمال هذا العضو أو البدن حد إلى حد التلف. فيجب على الإنسان أن يزيل هذه العلة التي في بعض الأحيان يترتب عليها تلف عضو أو تلف البدن، لكن في بعض العلل لا يترتب عليها شيء. ففي الحالة التي يجب عليه إزالة هذه العلة حتى لا يتلف هذا العضو كالعين أو كالأذن أو كالأنف أو كاللسان أو كالمعدة أو كالرئتين، لأن يجب عليه أن يزيل هذه العلة، هذا المرض. إن اقتضت الحاجة أن يتداوى بالمحرم بالشروط السابقة، يعني أن يكون الطبيب مسلما ثقة مأمونا. أما الإنسان الفاسق لا، يعني لا يفرق، يقول له مثلا خذ هذا الدواء المحرم، لكن الإنسان الثقة العدل المسلم يقول له لا، هذا الدواء حلال هذا الدواء حرام. فبإرشاد المختص الأمر الثاني أن يكون هذا الدواء ضروريا. الأمر الثالث أن لا يكون له بديل. فإذا اجتمعت هذه الشروط وكملت، الآن يجوز الإنسان أن يتداوى بالمحرم ليزيل هذا الضرر. أما أن تكون العلة بسيطة، إنسان مثلا جرح في يده جرح بسيط ويقول أنا أريد الآن أن أشرب الخمر حتى أنسى وأزيل هذا الضرر عن نفسي، يعني أنه متألم، هذا الضرر بسيط، لا يبيح لك أن تشرب الخمر ولا أن تتداوى بهذا المحرم أو بدواء آخر، يعني يكون محرما لعلة أخرى ليس فيها مفسدة ولا يترتب عليها آثار كثيرة. إنسان مثلا خرجت له حبة على أذنه على كتفه صغيرة، يقول أنا أريد أن آخذ هذا الدواء المحرم حتى يعني أزيل هذا الضرر، ممكن يكون لهذا الدواء بديل، وهذا الدواء ليس ضروريا أن تأخذه. والأمر الثالث، هل سألت الطبيب أن يعني هذه العلة موجبة لأخذ هذا الدواء؟ فالضرر يزال، لكن ليس لأجل ضرر بسيط ولا يترتب عليه فاسد أبيح الحرام، بل لضرر ضروري، وأن يكون ليس هناك بديل من الأدوية، وأن يكون بإرشاد المختص الثقة المسلم، وأن يكون يعني لأمر ضروري وليس له بديل، وإلى ما يتبع.